مشاهدينا متابعي قناه الاهلي في كل مكان، الاهلي واتلتيكو مدريد مباراه اليوم تحت شعار طبعا ضد الارهاب ومن اجل السلام. نجوم كثيرين متواجدين سواء من نجوم النادي الاهلي، نجوم العرب وايضا نجوم الدوري المصري. اكيد بيسعدنا كمان في هذه اللحظات يكون معانا واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن احمد عادل. طبعا برحب بيك في البدايه، واكيد النهارده مباراه عالميه، مباراه للنادي الاهلي، شاركت في مباريات عديده كده كابتن احمد، لكن شايف النهارده المباراه دي تحت شعار من اجل السلام، شايف المباراه دي ازاي؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. لا، مباراة مهمة جدا في التوقيت، مهم لمصر، بين فرقة كبيرة زي فرقة اتلتيكو مدريد. بنقول للناس لا، مصر بلد امن وامان، ما فيش اي مشكلة في اي وقت، الناس تيجي، مصر بلد الكرم والضيافة. عودة جمهور النهاردة بحجم كبير جدا بالعدد دوت بيقول للناس لا، احنا في امن وامان. تمهيدا الفترة الجاية ان شاء الله يكون في جمهور في ملاعبنا، محتاجينها طبعا، بتدي دعم لكل المنظومة في مصر. لو بتكلم كمان على مشاركه نجوم العرب، وشفنا النهارده حسام غالي، وشايفين كمان عدد نجوم العرب كمان هيبقوا متواجدين، ده بينعكس عليكم ازاي؟ وشايفين الوحده العربيه بالنسبه ان يبقى في النادي الاهلي بس، مش النادي الاهلي بس، النادي الاهلي وكمان كل لعيبه الدول العربيه. طبعا انت عارف النادي الاهلي دايما بيجمع العرب، ومصر عامه بتجمع العرب. طبعا شايف ان هو مهم جدا ان انت تبقى في وحده بالطريقه ديت، وفي تجمع عربي بجانب المباراه ديت. لا، مهم جدا، واحنا متهيألي ده فخر لكل المصريين، ان شاء الله باذن الله يعدي بسلام باذن الله. عايز اخد اخيرا انطباعك على، طبعا يمكن دلوقتي كل الجمهور متواجد وبياخدوا منكم طبعا الامضاءات وبيتصوروا معاكم، شايف الموضوع ده ازاي وده بيمثل لكم ايه كنجوم للنادي الاهلي يا كابتن؟ لا طبعا احنا بنبقى سعداء بجمهورنا اللي هو بيبقى برضو سعيد بينا، فرحان بينا واحنا متواجدين مع بعض، وان شاء الله عقبال بقى جمهور المدرجات كلها تكون موجوده ان شاء الله في الماتشات الجايه كلها باذن الله.